هي ولاية ساحلية تقع في الطرف الشمالي لمنطقة الباطنة. هي شناص بكل ما فيها من تاريخ عريق لا سيما البحري منه. ارتبط الناس فيها بالبحر منذ أزمنة بعيدة، فمن هذا البحر خيرهم ورزقهم، ومنه يعبرون إلى الضفاف المجاورة عبر ميناء شناص الذي كانت ترسو فيه السفن التجارية محملة بمختلف البضائع. الحقيقة ميناء شناص فعلا له أهمية كبيرة في الماضي، وله خصوصيات أيضا في الماضي وفي الحاضر. ميناء شناص سكن كمواني مناطق الباطنة، لكن له مناشط متعددة، والحقيقة ما كانت في أشياء مدونة حتى بالذات نستند لها إلا ما حفظت لنا الذاكرة من الأجداد إلى الآباء، وما عصرنا إحنا من عهد الخمسينات إلى الآن، لكن ما أخبرونا عنه الآباء أكثر مما إحنا عصرنا. كان فعلا ميناء نشط، وكان يستقبل البضائع، وكان حيوي، وأسهم إسهام كبير في مجال الحياة بشكل عام، سواء في التجارة أو في النقل أو في جميع الأشياء. يعني كان هذا الميناء نظرا لقربه من الشاطئ الأيراني كان طبعا له خصوصية معينة بهذا الجانب، بالإضافة إلى خصوصية أخرى سناتي إلى ذكرها. طبعا كانت السفن الأيرانية تأتي على الدوام، ولا سيما في فصل الشتاء أكثر شيء، تأتي محملة بجميع أنواع البضائع منها الغذائية وإلى آخره. وأكثر ما كان يأتي في هذه السفن التمور، تأتي التمور من البصرة عبر السفن أيضا بعد، هذا من غير أيران، وتأتي التمور من أيران أيضا اسمه التمر الميناوي، وهناك أيضا في عدة أصناف من التمور تأتي من الشاطئ الأيراني. أيضا بالإضافة إلى التمور تأتي مواد غذائية أخرى مثل المكسرات، مثل الذي هو بيسموه عين الجمل، الجوز، اللوز بجميع أشكالها. أيضا يستخدموا كان في القديم يجيبوا الورد المجفف، وهذا كان يستخدم في مواد التحضير للنساء وهكذا يعني، وحتى في المناسبات والأعراس وفي الطقوس كلها. أيضا يؤتى بالياس، الياس له رائحة ومعروف العمانيين قديما يعني من إيران، من إيران فعلا، يؤتى بكميات كبيرة بجوالات كبيرة. أيضا يؤتى بالملح الذي دخل في المواد الغذائية، والملح هذا عبارة عن كذا صلائف كبيرة ويتعامل به بالوزن، وتكون دائما يعني على مدار الأيام هذا الشريط الذي هو قبالة المدينة نشط نشاط كبير، يعني من يعني نشاط كبير له فعلا. أيضا تأتي السفن من غير أيران، تأتي السفن من مسقط الذي هي تجيب البضائع من بعض التجار ويزودوا بها التجار الموجودين هنا، فطبعا تأتي باستمرار، وتأتي أيضا من دبي. الساحل ينادي. في سفن لين أولاد بن حمودة في العقر، في سفن هنا بعد معانا قديما من الأربعينات إلى الخمسينات. إيش من أنواع السفن؟ من أنواع السفن البوم في المقام بوم. الأول، والسنبوق، والبدن، وأيضا بعد الجالبوت. في السفرة وين كانت توصل؟ السفر هذه توصل إلى دول الخليج، البصرة، إلى مسقط، بعضها توصل إلى الهند، توصل إلى ماليبار، تأخذ سفر طويل. أول فئة طبعا لهم موسم من بعد فصل الصيف يتجهوا إلى البصرة، يحملوا التمور، من التمور طبعا يتجهوا بها إلى الساحل الهندي، بعضهم يروح للساحل الافريقي، من هناك تاتي بمحمله بالمقابل، بيبو طبعا الذي هو الاخشاب الذي بيسموه الكندل، هذا طبعا يستخدم في البناء كاسقف للبناء، وهو يعني قوي جدا وصلب ويقاوم الحراره ويقاوم ايضا بعد العوامل الطبيعيه مثل التاكل وهكذا، وهذا يستخدم في البناء الكندل هذا، حتى اذا يغرس في الارض يعني الارض الرمه والهذي والنمل ما ياثر فيه كثير، يعني يتم سنوات. فهذه السفن طبعا وظيفتها لما تنطلق تشيل الحمولة وتأتي من هناك بالمقابل مثل هذه المواد، بالإضافة إلى الوقود الذي هو استخدم في الخمسينات للمكاين الديزل، الذي هي هذه يأتي الوقود عبارة عن درامات تسموه، يأتي من عبدان، بالإضافة إلى صفائح الغاز الذي هو النفط كان أول هذا يستعمل في السرج. فحينما تفرغ هذه السفن حمولتها تقوم يقوم بعض التجار هنا طبعا بابتياعهم، يبيعهم إيش؟ القاشع الذي هو يسمى المتوت، السمك المجفف، بالإضافة إلى العومة، بالإضافة إلى الليمون المجفف، بالإضافة إلى بعض المواد الموجودة يعني. فطبعا يكون عملية تبادل، هم يجوا يبيعوا ونشتري منهم وأيضا يبتاعوا منا، وإحنا نقوم بنفس الوقت أن نبايعهم المواد الذي موجودة معنا، وتكون الحركة يعني دائما على باستمرار.
في الميناء هذه. وكيف الشربات العماني؟ ايوه عفوا هذه النقطه. هذا الشربات العماني له ميزه خاصه وهو طبعا مجهول، فحتى بعض العمانيين بلا مؤاخذه يعني كان في بعض الاسواق اللي في المجاوره فيقول شربت عماني، استغرب كيف هذا، واذا بها الليمون المجفف، ليمون مجفف ومخلاي في موضوع في ابريق يعني وكذا مخرم ويضعوا في ماء ويبتع، ولما يشربوا وجدوا لذيذ، قال ايش هذا الماده، هذا ليمون، قال ايوه ليمون، فلما وجدوا ليمون مجفف فيسمون الليمون شربت العماني. طبعا يعني هذا معروف، معرفته في منطقه الليمون طبعا له دور في تقليل حركه الرطوبه، درجه الرطوبه، وتقليل العطش ايضا بعد قديما، سواء كان مجفف، وافضل هو بيكون الطري الذي هو بعده غير مجفف. وهنالك طريقة لعملية نقل البضائع من السفن الراسية في ميناء شناص إلى الشاطئ، ومن ثم إلى المخازن التي تقع بالقرب من سوق شناص والذي كانت له أهمية كبيرة في السابق. وبين عمليات النقل هذه يتدخل موظف الجمارك لحساب مبالغ الجمارك، أو كما كان يعرف محليا باسم العشور. طبعا في ذاك الوقت ما في مواني ترصف، ما في يعني مواني رصف، تكون السفن طبعا في منأى عن الشاطئ، لأن الشاطئ نوعا ما ضحل، ففي هناك سفن صغيرة، قوارب صغيرة تسمى المواشي، تقوم بنقل البضائع اللي هو الماشوة، الماشوة يطلق عليها مفردها، وجمعها مواشي، وطبعا هي ما مواشي الأغنام لا مواشي البحر، فتجاب البضائع هذه من السفن الكبيرة إلى الشاطئ. هنا الشاطئ في فريق من آخر، فريق من الرجال آخر يقوم أيضا بنقل المواد الغذائية، عبارة عن جولات رز أو طحين دقيق الذي هو الدقيق والسكر وإلى آخر يعني بعض الكراتين على ظهورهم إلى 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 الشاطئ فوق. أيضا هنا بعد في فريق آخر بنقل هذه البضائع أيضا من الضفة على الشاطئ إلى أماكن التخزين للتجار في داخل السوق، وتجد ان حركه يعني مستمره دائما وائله، سير وجاي وانه يعني تقول خليه هذا البحر. وكيف السوق؟ السوق نشط جدا، السوق نشط جدا، كان في سوق كبير سابقا، سوق كبير موجود، وفي طبعا تجار عمانيين، ولكن الاغلبيه كانوا في ذاك الوقت هنود اللي يسموا البانيان، وفي بعض التجار من مسقط جونا الذي هم اولاد عبد الرضا التيس، الحاج علي بن يوسف والى اخرهم، بعد كانت لهم تجاره في المنطقه، وبشكل يعني هم عمانيين، وإلى جانب الهنود الذي هم هذول البانيان موجودين قديما، هذا أهلنا خرجوا شافوا البانيان موجودين، وإحنا جينا وجدنا بعضهم موجود فعلا. لو أقسام كان السوق؟ هي لو أقسام السوق طبعا عدة أسواق، وسوق واحد متواصل، لأنه أول ذاك الوقت السوق يكون مغلق لظروف ذاك الوقت، ما يكون مفتوح يعني للأشياء الأمنية، لا يكون عرضة يعني للسرقة، وإليش له أبواب معينة مربوطة بالقلعة، ويفتح في وجه النهار، بالليل عليه حراسة أيضا، ناس معدودين لحراسة السوق، أيضا القلعة مربوطة بأسوار السوق، تغلق في الليل أثناء سبحان الله لا سمح الله في خوف أو أي شيء، كذلك القلعة بعد لها خنادق محيطة بها للحماية، ويعني الأمور كلها كانت أول في أمان ومأمن يعني، واحترازات يعني أمنية يعني حسب الظروف ذاك الوقت. نظام الجمركي موجود، عباره كان عن مكتب مبنى موجود في شناص في ملتصق بالسوق، وهذا في الحديث عن سابقا يعني عن سابقا، هذا قبل عام السبعين، هذا قبل عام السبعين كان مبنى موجود، وفي اداره، في موظفين ما يقل يعني من كادر معين، وهذا اللي يقوموا بالرقابه البحريه، ايضا السفن تلقائيا من يجوا اصحاب السفن يبلغوهم ان احنا جايبين سفينه، هذا الذي من غير الخارج، الا من مسقط، لا الذي يجي من مسقط ما عليها اي يعني رسوم، طبعا محلي جاي محلي، لكن الذي يجي من ايران، يجي من المواني المجاوره يعني، او من العراق يجيبوا التمور والى اخره، هذا على طول يبلغ الجمرك، يسموه جمرك في ذاك الوقت، فيقوم هذول الموظفين الذي في الجمرك بمعاينه البضائع المجوبه، ويضع عليها نسبه معينه، ليست نسبه كبيره لكن يعني رسوم معينه، وطبعا مسهله جدا، ويقوم طبعا بعد ما يفرضوا النسبة ويتفاهموا معهم ويعطوهم الإيصالات، يقوموا بتفريغ الحمولة ويقوموا بيعها على الشاطئ. أيضا بعد هذه لها أقسام أخرى، المركز الرئيسي في شناص، في أيضا ملحق له
في منطقة أبو بكرة بعد سمى بعد جمرك، وهذاك يسموه مأمور أيضا بعد. فهذا بعد نفس الشيء يقوم بنفس العملية لمراقبة السفن أثناء فرغ يعني حمولتها، ووضع ما يمكن عليها من رسوم وافساح المجال لمزاولة البيع. أيضا في منطقة حسيفين في الجنوب، وهي طبعا سور البلوش الآن، هناك بعد أيضا نفس الشيء. ملحق آخر، ملحق آخر هذا تابع لفرضة الشناصة الرئيسية الذي هي في مقر الولاية، فهذاك بعد نفس الشيء يقوم بدوره بمعاينة البضائع وتقديرها وتقييم الرسوم الذي عليها، وبعدين السماح لها بعملية التداول والبيع. أيضا في منطقة العقر، لأن في العقر هناك ناس المشايخ عندهم سفينة وفي سفن، فإذا موجود شخص كأنه أقل من مستوى هذه لا يسمى ملاحظ، هذا الملاحظ أيضا بعد يقوم بدور السفن لما تأتي ويتعامل معها بقدر ما أعطي من صلاحية، وإلا يرجع إلى المأمور، لأن المنطقة ما بعيدة من العقر إلى شناص. سافر بحفظ الله، سافر وقت الغبشة، ترجع باكر دارك الساحل يناديك. هذا هو خور القرم، أكبر أخوار الولاية، ويمتد لمسافة 5 كيلومترات. يبدو الآن مهجوراً، لا حياة فيه إلا لأشجار القرم التي تنتشر فيه بكثرة وبعض الكائنات البحرية فيه. أما قديماً فقد كان هذا الخور جزءاً من حركة الملاحة البحرية في هذه المنطقة. أهمية الخور أهمية كبيرة له، وهو أسهم في التجارة وأسهم في قدوم السفن إلى شناص. ليش أسهم فيها؟ لأن بعض السفن سبحان الله تأتي يعني معانية من السفر، تريد دهان، تريد إصلاح، تريد استراحة، فالخور هذا طبعا له مدخل في جهة الشمال، وقولوا ناس خاصين الربابنة يعرفوا مداخله، فيقوموا بإدخال السفن هذه الذي طبعا محتاجين لإصلاحها، محتاجين لاندهانها، محتاجين يعني لترميمها، فتقوم السفن هذه يقوموا بإدخالها، وبعدين يقوموا بجرها إلى الشاطئ بطرق أخرى أو وسيلة وار. هذا ما كان يستخدم إلا طبعا الآن في ونشات، أول هو هذا عبارة عن ونش، عملية جر، ونش يدوي، ونش يدوي بطاقة الرجال، يعملوا الحبال، هي يسموها شطاطين بلغة البحارة، فيعملوا هذه الحبال في السفينة ويجروها بهذا الونش الجدوي، هو يسموه الدوار، هو عبارة عن 4 خشبات، له قوايم، له خشبتين اعتراضيتين، الرجال يلفوا كذا والحبل هذا بيلتف على الدوار وبيجر السفينة بسهولة جدا. وهناك طبعا في ناس متخصصين يوضعوا لها اخشاب تحتها مع دهان معين الى ان تاتي الى الشاطئ. المهم انه حوض جداف، مثلا حوض جاف للسفن، يقوموا باصلاحها بتنظيفها، اذا كان فيها خلل، اذا فيها تسرب مياه او اي شيء. فهذه الميزه الذي الخور اسهمت في وضع التجاره، لان السفن تفضل قدومها الى شناص بهذه الميزه. الخور طبعا له ميزات كثيره، بشكله الطبيعي يمتد الى 6 أميال. المدخل الشمالي هو طبعا كما أسرفنا ترسي فيه السفن عبارة كمرسى استراحة. المدخل الجنوبي للتعذر لوجود الصخور وكثافة شجر القرم فيه، وهو طبعا فيه عبارة محطة طيور مهاجرة، طيور مهاجرة دائما تأتي باستمرار وتستريح هذه الطيور المهاجرة، وفي طيور موجودة بشكل طبيعي. أيضا في جميع أصناف من الأسماك، جميع أصنافها. أيضا في ميزة من نوع من الأشياء البحرية، يعني له عدة مصطلحات في المسميات، احنا بنسميه ليشن، بسموه القبقب، طبعا ما أعرف باسم الكرافش باللغة الأجنبية ما أدري، وهذه له قيمة غذائية كبيرة. ولكن في الآونة الأخيرة قاموا بعض السواحين يتجروا على صيده وبشكل جائر، ويجيبوا معدات إنارة في الليل ويقولوا شباك، وتلقائيا تأتي هذه الأسماك وتعلق في هذه الشباك حتى يعني قلت نسبته كبيرة. أيضا يوجد في هذا الخور من جهة الجنوب سمك الروبيان، لكن ما بشكل كبير، بشكل دون المتوسط إلى المتوسط، ويتواجد بكمية كبيرة يعني في هذا الخور. وطبعا الخور احنا الخور ألفناه من زمان، وهو سميرنا يعني، ويفصل بيننا وبين البحر. أما حياة سكان الساحل في شناص فهي لا تختلف كثيراً عن مثيلاتها من مدن ساحل الباطنة، ففي شتائهم يكونون بالقرب من الساحل ينعمون بخيراته، وفي صيفهم يذهبون إلى مزارعهم، فحياتهم
بين رحلتي شتاء وصيف. الحياة طبعا أسود كأي حياة الناس في منطقة الباطنة طبيعية يعني، ولكن هم في المقام الأول طبعا بما أنه البحر سميرهم وعاشوا على ضفافه واستمتعوا به، فطبعا في المقام الأول الحياة مصدرها البحر اللي هي الصيد كمعيشة، صيد السمك سواء من الشواطئ القريبة أو من الأعماق، ليست الأعماق البعيدة لأنه ما في إمكانيات قوارب ذاك الوقت متطورة ولا مكاين إلا بالجدف والأشرعة، فكان البحر يعني هو مصدر الرئيسي في المقام الأول لحياة البشر وإلهامهم في كل شيء. في المقام الثاني يأتي البر وهي المزارع، التمور أيضا تحل يعني بنسبة كبيرة إلى باقي المزروعات مثل المانجا الليمون في المقام الأول، من بعد التمور. الليمون كان يعني مصدر اقتصادي كبير نصدره بكميات كبيرة، التمور طبعا لا يتصدر منها كثير لأنه عليها طلب، كان عليها طلب لتحقيق الاكتفاء الذاتي، لكن الليمون في فايض ونقوم بصدره. أيضا الحبوب كانت في الماضي يعني في الأربعينات إلى الخمسينات إلى الستينات، الحبوب الذي منها القمح الذرة هذه في المقام الأول تأتي بعد من بأنواع الحبوب إلى الحبوب الأخرى الدخن وإلى آخره ولا آخره. والحنة كان فيه الحنة طبعا موجود بكمية كبيرة ويبتاع ويجفف ويصدر في جوالات، وهذا يذهب إلى الأسواق المجاورة أكثر شيء إلى دبي، إلى دبي صدر الحنة، وبعد طبعا ما يجفف وهذا بعضهم يسح ويبتاع يعني في علب، هذا توعى ظهرت الظاهرة هذه، ولا أول لا أول ما في وسائل يعني طحن مكاين طحن يباع كذا ورق. سافر بحفظ الله، سافر وقت الغمشة، ترجع باكر دارك الساحل ناديك. في الشتاء طبعا البحر هو الذي يصطاد منه الأسماك، وتكثر موسم الصيد يكثر في موسم الشتاء، فيضطروا ينتقلوا على الشاطئ على أساس تكملوا الصيد، وتم الصيد فترة الشتاء بالكامل ويجنوا محاصيل وفيرة ومباركة وكثيرة. فترة الصيف من طبعا احنا الآن بنحددها من مارس، يبتدوا عاد ايش بتلقيح النخيل، تبتدي من بداية العام، فطبعا بعد ما يلقحوا النخيل وتبدي الثمار طبعا تكون فرق ما يزال يتابع مهنة الصيد استكمالا لمواسم الصيد، والفريق الآخر يقوم ينتقل للمزروعات لجن ترتيب النخيل، تقطيع السعف منها يسموه شراطة أول، طبعا تجهيز الدعون هذا الذي بيجففوا عليها التمور، طبعا ما في وسائل التمور بحاجة إلى تجفيف، يقوموا بزفن الدعون يسموه زفن مصطلح الأول يعني مصطلح القديم، ولها طرق أخرى يعني تقطع هذا يقطع سعف النخيل ويقوم بالزفن ويزفنوا الدعون هذه على أساس يجففوا عليها التمور. أيضا هناك يقوموا بعملية سف عبارة عن جوالات يسموها الخصافة الذي إيش تكنز فيها، يكنز فيها التمر تمهيدا للدخارها، طبعا التمر ممكن تدخر كذا فلة تترك، لا هذا طريقة أخرى وله يعني مصطلح معين، يقوم بكنز التمور في هذه وخاص من سعف النخيل، لأنه فيما بعد يضندوا على بعض بعض ويعتصروا منه الدبس، وهذا بعضا يقوم بجانب من حياة الإنسان الغذائية يستخدموه في الأكل فيما بعد. أيضا قلنا يتم من شهر 4 ينتقلوا إلى رحلة الشتاء، في الشتاء ياتوا وفي الصيف يرحلوا إلى المزارع ويعتنوا بمزارعهم ويقوموا بجني محاصيلها إلى نهاية شهر 10 تقريبا يعني بالمصطلح الحاضر الآن، بما عدناها شهر 10 يسموه أول الربيعيات، من نهاية شهر 10 طبعا ينتقلوا إلى بعد ما يربعوا التمر معناته ينتقلوا إلى البحر، ودواليك الحياة هكذا تستمر. والله هي مناطق شناس متعددة، إذا بدأنا من ناحية الجنوب تأتي في الأول أسرار بني عمر اللي هي على الساحل، الدوانيج أسرار بني عمر أسرار على الساحل، كلها كانت شناس على الساحل. الانتقال كان ما بعد النهضة المباركة، لأن لما نتت الكهرباء والطرق المرصوفة فالناس طبعا انتقلت بحكم الوظائف الذي اشتغلوا في مسقط وإلى آخره وفي المناطق المجاورة، طبعا الشاطئ بعيد عن الطريق العام فاضطروا يعني يكونوا على الطريق العام نسبة لوصول السيارات لأنه ما كان طريق معبدة. أما المناطق كما أسلمنا بدايتها طبعا الدوانيج الذي هي وبعدين في متاليها من بعدها أسرار بني عمر، أسرار بني سعد،
أسرار بني عمر، طبعا هناك النعمة، تأتي سور البلوش، سور المزاريع، سور العبري، منطقتين هناك، سور بني خزيمة، سور بني حماد شوية تقع في الجهة الغربية، أيضا حميرة شوية تقع في الجهة على البحر الشاطي، سور بني خزيمة، حميرة منطقة الفرفارة شوية تبعد عن الشاطي وكان تقترب منه، تأتي بعدين شناص بجميع حوايرها وقراها عدة قرى، بعد شناص تأتي الوديات، بعد الوديات العقر، السيفية، البليدة، خضراوين، أبو بقرة، مرير الدرامكة، مرير المطاريش، هذه المناطق الساحلية.